يعني احنا لسه كنا بنتكلم معاك دلوقتي وقلت لي انت لسه راجع من سانت كاترين. سانت كاترين القاهره، اسكندريه صح. القاهره تاني، القاهره تاني مره ثانيه يعني. طيب احكي لنا بقى، سانت كاترين دلوقتي الجو برد قوي، يعني درجه حراره قلت لنا ماينس 4 4 تحت الصفر. يعني لا احكي لنا بقى قصه هي 4 تحت الصفر كمان تحت، يعني احنا لما تصعد فوق الجبل يعني كانت اكثر، كان خافض اكثر كمان والاكسجين طبعا اقل، بس كانت رحله اكثر من رائعه، من احلى الرحلات اللي انا سويتها في حياتي يعني. طب كان ايه المختلف فيها؟ سانت كاترين تعتبر سياحه دينيه، مو سياحه دينيه لديانه معينه، لا للكل يعني، لان مكان يعني مر عليه كل الانبياء، مر عليه كل الاديان موجوده راحت في هالمنطقه، فيأثر في كل شخص مهما كانت ديانته انه يروح هالمكان، هذا الجزء الديني. الجزء الاخر ان انت تطلع الـ يعني التشالنج نفسه، ان انت تطلع الجبل وتصعد فوق وتقول انا طلعت الجبل يعني. فاللي سويته ان انا صورت كل الامور هذه كلها واظهرت التعب اللي احنا كنا فيه، وفي النهايه بينت الوصول الى القمه في مكان ديني جدا يعني. انت قاعد تتكلم عن مكان كان فيه سيدنا موسى، انت قاعد تتكلم عن مكان الوحيد في العالم اللي ربك تجلى عليه، الوحيد في العالم والمره الوحيده. فانت متخيل المكان اللي انت، الروعه اللي انت موجود فيها، فكان احساس غير عادي. وفي ناس كثيره على فكره بالمنطقه هذه من أديانة مختلفه زوار للمنطقه. هذا جبل موسى بس، دير سانت كاترين موضوع مختلف تماما وموضوع رائع جدا. سانت كاترين نفسها حلوه يعني، تحس ان انت موجود في منطقه وادي، انت في الوادي المقدس يعني، انت يعني خلاص يعني ما يصير انا اتكلم اكثر من اني انا اقول الوادي المقدس، مكان فيه روحانيه رائعه جدا. طيب ايه اللي خلاك تقرر انك تصور الزياره وصعود الجبل وزيارتك للدير؟ ابي الناس تعرف، ابي الناس تشوفها في المنطقه هذه، مثل ما تقول فيه وايد ناس ما يعرفون اصلا مدى جمال ومدى روعه الشيء هذا، فلما تشوفها راح يروحوا يشوفونه يعني. يعني يعني اللي هو يا جماعه احنا عندنا هنا مصر شيء رائع جدا مو موجود منا بالعالم يعني. انت فاهم، انت قاعد تتكلم على مكان تجلى ربك فيه، هذه ناحيه دينيه، فوق هذا جبال، الناس اللي تحب التسلق الجبال لامم، الموضوع لامم كل شيء، هذا وهذا، فشو ما نوريها للناس يعني. يعني وفي ناس كثيره ما تعرف يعني، في ناس كثيره غير مصريين غير عايشين، مو عايشين في مصر، في ناس مصريين في مصر ما يعرفون ما بالك الناس اللي برا، فابي اخلي الناس تشوفها. وهذا فعلا اللي صار يعني، والحمد لله ان هم شافوها، وهذا كان الهدف الرئيسي من الموضوع، ان يا جماعه موضوع متعب ومرهق لكن شيق جدا، عارف لما تعمل شيء تتعب فيه بس انت مبسوط. انا كان معي صديقي ايمن يعني، صديق العمر يعني، كنا بنقف في الطريق نشجع بعض يعني، يعني كنا نقف في نص السكه مثلا يقول لي انا مش قادر، نشجع بعض نريح الاستراحات. هو بيتقال عليها رحله المره واحده في العمر، تصدق يعني. انا بعد ما عملتها وخلصت النزول انا عندي استعداد اطلعها مره ثانيه، لانها رحله تسويها بس بعد فتره تشتاق لها، انت فاهم الفكره يعني، تشتاق لها مره ثانيه، لان لما تشوفها وتتذكر او تشوف الصور او الاشياء تقول الله انا عايز ارجع، عايز اعملها ثاني. انا قاعد اقول كذي وانا لسه مخلصها من يومين، طب بعد سنه اكيد هعملها ثاني.